مشاهدي الكرام، ننتقل للفقرة الثانية من برنامجنا اليوم، وهي عن التعصب. والتعصب أنواع. التعصب أنواع، هناك تعصب ديني، وهناك تعصب أسري، وهناك تعصب إداري، وهناك تعصب رياضي. فالتعصب أنواع: ديني، رياضي، أسري، إداري، في العمل. يعني نستفيد برضو من الأستاذة رضوى في موضوع التعصب، ونعرف يعني إيه أضرار التعصب عموما وأنواعه، ونخش في تفاصيله شوية في حوارنا، ونستمتع بمتابعتكم لنا. اتفضلي. بص يا دكتور، هو التعصب عموما يعني هو ده خراب بيوت زي ما بيقولوا. نعم. التعصب ده اصلا يعني انا متمسكه برايي. يعني التعصب اولا هو التمسك بالراي، وعدم الاقتناع بالراي الاخر خالص. المفروض انا في مشكله، صار لي مشكله دلوقتي، ما اخدش برايي انا لوحدي، ممكن اكون انا وجهه نظري غلط. معلش، دايما صاحب المشكله شايف من اتجاه واحد. طيب انا ممكن اسال الناس اللي حواليا، استعين بحد يكون يعني حد كويس معايا وانا عارفه ان هو مش هيضرني، اعرف الدنيا ماشيه معايا ازاي. انا حصل لي كذا كذا كذا، وانت طب انت شايف ايه، طب انت شايفه ايه، اخد راي كذا حد وابدا على اساسه ارتب نفسي. طب ما في بعض الناس بتحب الخير وبعض الناس ما بتحبش ماشي الخير. ما هو برضو اللي عنده مشكله شايف من اتجاه واحد. انا اسمع من ده واسمع من ده، واكيد لما هبقى في مشكله صعبه مش هروح للي ما بيحبش الخير، هروح لحد القريب مني، هروح للشخص اللي انا عارفه ان هو دايما لما بخش معاه في اي موضوع او في اي مشكله هو بيحلها لي، يكون مصدر ثقه في الحديث، وعنده عقليه يقدر ان هو عقليه راجحه يقدر ان هو يفيد بيها. مش هعرض مشكلتي مع حد ما معش اهل ثقه اصلا، استحاله. موضوع التعصب، بالنسبه للتعصب الديني، الناس دلوقتي نص الناس بقت دلوقتي ماشيه ورا طائفات معينه، ورا جماعات معينه. كل واحد مقتنع بالكلام اللي في دماغه، حضرتك عايزه تقولي يعني على مزاجه هو. بياخد الايه كده ويترجمها بالمفهوم اللي هو عايز يفهمه، عشان نوصل برضو يعني الـ 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 يعني الراي او الكلام، يعني الراي العام. هي استاذه رضوى تقصد ان غالبية الناس أو معظم الناس يعني اللي بيتوجهوا للتيارات الدينية بيتشعبوا، وهي قصدها أن بيبقى التعصب للمنهج أو التعصب للفكرة أو التعصب للرأي أو التعصب للجماعة أو التعصب للشيخ أو التعصب للأمير. فكل الكلام دوت من ضمن التعصب الديني اللي هو يعتبر منبوذ أساسا في الإسلام ونهى عنه الإسلام بنص الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين. فتسمية الله للمسلمين مسلمون، كلنا مسلمون، لا فرق بين أعربي ولا عجمي إلا بالتقوى. يبقى إذن ربنا لما سمى مسلمين، ما قالش بقى أي جماعات تانية موجودة على الساحة، حتى مش عايزين نذكر أسماء، ولكن كل الجماعات اللي موجودة على الساحة وكل التوجهات اللي موجودة على الساحات في العالم كله، ما زادت الإسلام إلا تشويها، وما زادت المسلمين في كل بقاع الأرض إلا فرقة وفتنة وشتاتة. وهذا هو ديدننا، الخلاف، يعني دائما وأبدا الخلاف. ومما لا شك فيه أن الخلاف يعود بالنفع على العدو، الخلاف بيننا يعود بالنفع على العدو. فسياسة فرق تسد هذه سياسة العدو دائما وأبدا. فلا بد أن نعلم أن التعصب يضر بالناس ويضر بالمجتمعات ويضر بكل ما هو موجود ويضر بكل ما هو كائن، لأنه في الآخر خطة يعني من أعداء للوقوع في الشرك. فرق تسد، الخلافات اللي بتحصل، كل أيديولوجية مختلفة عايزة تتعصب لأيديولوجيتها، كل فكرة، كل شيخ، كل جماعة. فده للأسف الشديد من ضمن الحاجات اللي هي بتدمر المجتمعات، التعصب الديني. أنا آسف إن خدت من حضرتك الوقت، بس كنت عايز أوضح الحتة دي بس للمشاهد اللي أنت ذكرتيها، اللي هو التعصب الديني، فحبيت أن أوصلها بطريقة معينة. اتفضلي كملي. طبعا هو فعلا التعصب ده بيؤدي لكل حاجة وحشة، زي موضوع التعصب الرياضي. تبقى ماشي تبص تلاقي الكافيهات شغالة والماتش شغال، مثلا سيان الأهلي والزمالك، وتلاقي ايه ومش عارف ايه، وتلاقي الصوت عالي وده بيشتم ده، وتلاقي الكراسي بتتكسر، وتلاقي حاجات شاشات بتتكسر. كل ده ليه يعني؟ واحنا اللي بنلعب معاهم جوه؟ خلاص يا جماعه خلوا فيه يعني روح رياضيه.
اللي هو بيحصل فعلا بيحصل ده في ناس ممكن تقتتل يعني في ناس ممكن يقتتل ويمسك في شجار الاخر بسبب ان هو ده مثلا فريق بيشجع فريق معين وده بيشجع فريق معين. انا ما بقتش اخرج اولادي من البيت يوم الماتش علشان خاطر تكسير الحاجات اللي بتتكسر وبصراحه المنظر بيبقى يعني حاجه سيئه جدا. انا رايح اتفرج على حاجه خلاص اخلي روحي رياضيه ما تبقاش كده ما بقاش متحيز لحاجه معينه. تعصب الرياضي احنا نازلين نتفرج عادي كلنا ده كافيه مفتوح مش صاحبي فاتح عشان انزل اكسره له يوم الماتش ما ينفعش طبعا. وطبعا بالنسبه للتعصب الاسري ده طبعا خرب بيوت زي ما بيقولوا ان انا دلوقتي انا وجوزي بينا مشكله احنا عايزين نستفيد في هذا الامر شويه. انا وجوزي دلوقتي بينا مشكله طبعا العند بقى والنساء ويعني ما ادراك ما العند دلوقتي بينا مشكله تمام خلاص انا متعصبه مصممه على رايي لا انت غلطان في الموضوع ده لا انت اللي غلطانه الدنيا وسعت ناس جت الموضوع وصل وتطور خلاص انا مقتنعه بالراي بتاعي وهو الراي بتاعي اللي هيمشي وطبعا هو نفس الموضوع والمهم في الاخر ان انا ابقى صاحبه القرار انا اللي خدت القرار انا اللي صح وده بيبقى طبعا غلط جدا ده التعصب الاسري وطبعا التعصب الاداري اللي انا ممكن يكون برضو بالعكس يعني ممكن يكون الراجل بس ان هو في حاجه معينه الزوجه شايفاها مثلا غلط وهو طبعا. تصمم على فعلها مثلا فيحصل مشكله برضو بس هو دكتور يعني في معظم الاحيان الرجاله غلابه شويه يعني انا مش بحايز مظلومين الرجاله مظلومين مش قوي يعني مش معنى مظلومين ومظلومين لا هم مظلومين بس مش بالدرجه في يعني في مجموعه من النساء بتبقى عناديه بطبعها يعني في نساء عناديه بطبعها بيبقوا مصممين على الراي بتاعهم لا هو راي اللي هيمشي لا هو راي مع ان الراي ده ممكن يكون سبب في خراب البيت ما بيكونش صواب خالص بالعكس ده بيكون حاجه غلط وبتدخلي ناس وبتعملي مشكله وبيحصل تفرقه وبعد كده ترجعي تندمي بس بيكون خلاص بقى الوقت فات وبيكون خلاص عملتي فجوه بينك وبين زوجك طب ليه طب ما انا احل اموري بيني وبين جوزي وخليني هاديه وامسك نفسي عند العصب كده ولما ابقى اتضايق ابقى في عندي ثبات انفعالي اللي هو بالراحه اتناقش معاه بالراحه الامور تمشي هتمشي اكيد استحاله ان ما دام في بيت واولاد لازم ان انا يكون عندي يعني صدر رحم زي ما بيقولوا يعني بس يكون في ساعه صدر يعني في الامر وكده طبعا موضوع التعصب الاداري ده يعني طبعا ده بيحصل كتير معانا في شغلنا وفي حياتنا العمليه طبعا يعني طبعا مديرك في الشغل مثلا رئيس حسابات ماسك المكان هو المسؤول طبعا عن دخولك وعن خروجك وعن غيابك وعن حضورك بيحصل اي ظروف في البيت محتاج ان انا مثلا النهارده اخد اجازه عندي اي ظروف اي كان مثلا مراتي بتولد طب ما هاش معاها حد ممكن تكون اهلها خارج البلاد طب انا ما فيش حد الا انا اضطر اجي اخد اجازه يجي طبعا مديري في الشغل لا ما فيش اجازه ما هو انت متعصب يعني انت ماسك في رايك ومصمم طب يعني اسمعني طب انا عندي ظروف كذا وكذا لا ما هو ما فيش اجازه انت مالكش رصيد اجازات طب اجازه يا فندم مثلا واخصمها لي بالاجر مش مشكله ما هو ما فيش حد مع مراتي لا هو مش مقتنع خلاص هو مقتنع انت بتكذب عليه وانت جاي تاخد اجازه تقعد في البيت تريح ما هو برضو يعني خلينا نكون واقعيين يعني ده دايما دايما يعني ده مره في السنه يعني بيحصل دايما كثير من العاملين في مصر اللي هو ايه يعني حته اللي هو الايه يعني الاعذار الكثيره وكده لا كان زمان بقى دكتور دلوقتي اصلا في وقف الحال وفي موضوع الكورونا وان بقى فيه خلاص دلوقتي رقابه في الشوارع ورقابه في الشغل ورقابه في كل حاجه بقى الواحد فيهم عايز يعني ينزل يجيب قرش لعياله عشان يكفي بيته ويكفي الابناء اللي حواليه دول ما هو الاول كانت الموضوع عادي انا باخد اجازه واقعد في البيت مش مشكله حتى لو تتخصم مهارات ماشي مش مشكله دلوقتي لا دلوقتي الراتب ده اصلا لما بيتلغي او بينقص منه بينقص على بيتي وعلى اسرتي وبيعود عليا بحاجات وحشه جدا تاثير طبعا في كل الناس كتيره مش كل الناس قاعده في بيوتها ناس كتير قاعده بايجار ناس كتير بتدفع نور وميه طبعا كلنا في المشاكل دي فدلوقتي بقى الغياب يوم بيأثر عليا فاستحاله يعني تحس ان في تعنت من مديرين ده بيحصل كل قياده بيبقى في تعنت منها اللي تحتها بس ده مش دائم لان في ناس برضو عندها روح القانون موجوده وفي ناس برضو بيبقى مش عندها كله. سعة صدر وفي ناس بتلتمس الاعذار يعني احنا لا نعمم الكلام علشان خاطر برضه لا مش بنعمم والله هو مش كل الناس لا طبعا مش كل الناس يعني بيبقى ما عندهاش لا في ناس كتير جدا بتلتمس الاعذار وفي مديرين برضه كويسين بس هو مش مطلوب التعصب في العمل وطبعا بعد مش مطلوب التعصب والشديه وقفله الوش على طول في طبعاً. كل اللي شغالين والعاملين معاك لان ده مش بيزيدك مثلا وقار ولا بيزيدك احترام بالعكس. ولا بيزيدك مثلا ان انت بقى يعني الباشا لا
لا خالص صح. اطلاقا بتبقى مكروه في قلوب العاملين معاك، فانت ليه تكون محبوب افضل؟ انت بالابتسامه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بشوشا، الابتسامه حلوه، تبسمك في وجه اخيك صدقه طبعا. حتى لو مش هتعمل معاه اي حاجه، مجرد الابتسامه في وجه اللي عامل معاك دي في حد ذاتها كويسه، هو مش مستني منك اي حاجه، في حب بس يبقى في ابتسامه، ما يبقاش العبوس موجود على طول في الوجه، ما يبقاش على طول لا لا لا، بحكم ان انت يعني الحاكم الامر الناهي في العمل صح. والتعصب مش مطلوب في النواحي الاداريه طبعا. ممكن نقول ايه اضرار التعصب؟ طبعا تفكك اسري وطبعا تفكك في المجتمع، مجتمع يعني بيبدا الاول التعصب بالتفكك الاسري والوصول مثلا يعني التزمت بالراي والتشبث بالراي طبعًا. الى تفكك الاسره ودمارها طبعا، اكيد طبعا تفكك المجتمع بعد كده تفكك المجتمع مما لا شك فيه طبعا، لان الاسره طالما تفككت المجتمع الابناء يبقوا في النص دي وطبعا بقى خلاص بتوسع دايره العنف ودايره الغل والحقد والحسد والكراهيه ما بينهم، وممكن يحصل بعد كده بسبب الاولاد ديت ليهم يحصل ليهم انحرافات في تعصب ديني، يبقى تعصب المجتمع او تعصب الاسري جاب تعصب مجتمعي، دمر اسره، دمر مجتمع، بان حتى الاطفال او الابناء اللي هيطلعوا نتيجه بقى التعصب اللي حصل داخل الاسر والتفكك اللي داخل حصل المجتمعات، هيبتدي يحصل ان الاطفال اللي طالعين ولا الابناء ولا الشباب اللي طالعين يحصل عندهم شيء من التعصب الديني طبعا. يعني ممكن النهارده يحصل ليهم توجهات فكريه عنيفه بسبب العنف اللي هو شافه في حياته، فدي كارثه من جميع الجهات. ما هو دلوقتي لما بيحصل تفكك اسري طبعا خلاص الزوجه بتمشي والاولاد بيبقوا طبعا بقى بين هنا وهنا، والاب طبعا خلاص الموضوع انفصل، طبعا ما بيبقاش فيه بقى رقابه زي ما كان الاب والام مع بعض، الابن بيكبر يلاقي الام في مكان والاب في مكان، طبيعي بقى بينطف لاي جماعه في بيتكلموا في اي موال ومعاهم خلاص ماشي، وطبعا الام في 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 بالها بقى اللي هو طبعا لا ده طلقني ده سابني لا خلاص بقى في عندي بقى في تعصب، اللي بيضيع في الموضوع ده كله ايه؟ الاولاد دول ذنبهم ايه؟ ما لهمش ذنب، ما لهمش ذنب يحصل كل ده، على قد ما تقدري ما تكونيش متعصب، على قد ما تقدر لم امورك، على قد ما تقدر سايس حالك علشان خاطر عيالك بالاول وفي الاخر يا جماعه احنا ما نبصش للراجل والست، الراجل والست دول بقى في وراهم اولاد، هم دول اول حاجه بتضيع. والاضرار برضو التعصب برضو يعني بيحصل عنف في المجتمع. ايوه ايوه انت بتوسع دايره العنف اصلا اللي خلاص بقى ما هو بقى في عنف بقى في غل بقى في حقد، متشبث برايه وعايز ينفذ اللي هو عايزه. خلي بالك بقى بعد كده يا دكتور الاولاد بتطلع يعني مرضى، يعني دماغهم عندهم امراض نفسيه بقى بسبب اللي بيحصل الشجار والخناقات والمشاكل وكل الحاجات دي طبعا بتكون سبب رئيسي في تدمير حتى نفسيه الطفل. ما هو ايوه لو الاب والام بيعملوا حساب ان اللي وراهم دولت هم اللي هينضروا مش هيحصل اي حاجه ومش هيتمسكوا برايهم والامور هتمشي، لكن ما فيش كده، كل واحد بيبقى متعصب ماسك لرايه ان كانت الست او الراجل، مش في دماغهم بقى اللي هيحصل بعد كده ايه، معاه ممكن تكون معاه ثلاث اربع عيال كمان. هو يعني وشاورهم في الامر. لا مفيش. وامركم شورى بينكم. مفيش كده. يعني هو المفروض ان الشورى تبقى موجوده في نادر العموم. بقى نادر ودلوقتي طبعا بعد انشغال الرجاله بالشغل والحريم عايزه الماديات وعايزه توفر وعايزه وعايزه وعايزه، خلاص ما بقاش اصلا في رقابه في البيوت كمان، بقى في تعصب. معانا سياده اللواء احمد رشدي الخبير الامني، اتفضل. السلام عليكم ورحمه وعليكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سياده اللواء. اهلا دكتور محمد. اهلا بحضرتك، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، بنشرف يعني والله بنشرف والله بحضرتك ومداخلاتك العظيمه اللي بنستفيد منها والله في النواحي الامنيه والله. والله الشرف ليا يا فندم. الله يكرمك، ربنا يبارك في عمر معاليك. بقول لحضرتك حضرتك عايزين يعني نصيحه بخصوص موضوع التعصب وبالاخص يا ريت التعصب الديني وموضوع التفرقه اللي بتحصل وبيحصل يعني مشاكل بالنسبه للتشبث بالراي في الجماعات والاحزاب والمسميات اللي هي ما انزل الله بها من سلطان. ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. التعصب هو الغاء العقل وإلغاء الحكمة. نعم. وهو اتباع الهوى واتباع الشيطان. نعم. اللي نهانا عنه القرآن الكريم واللي نهانا عنه السنة المشرفة. وطبعا بتبقى النهايات للمتعصب دايما بتبقى نهايات يعني احنا نذكر طبعا المأساة اللي حصلت في بورسعيد بتاع ماتش الاهلي والزمالك.
مصري. نعم. وبرضه المأساة بتوع جماهير الزمالك. نعم. على مستوى التعصب الرياضي. نعم نعم. واخد بال حضرتك. اتفضل. وبالنسبة للتعصب الديني، احنا يكفينا الحكمة اللي تحلى بها قادتنا ورئيسنا العظيم. نعم. وشيخ الأزهر، فضيلة الشيخ الأزهر، وعلمائنا. نعم. الأجلاء لهم منا كل التحية والتقدير. في ردهم على التطرف الديني أو التعصب الديني اللي بدر من دولة فرنسا. نعم. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، يؤتي الحكمة من يشاء. نعم. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم نعم نعم. ومن يؤتى الحكمة يعني فقد خير. نعم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم نعم يا فندم. فإذا المتعصب دوت ما عندوش شيء من الحكمة، وبيتبع الأفكار اللي هي المتطرفة، وبتبقى النهاية مأساوية دايما. نعم. هو حتى حضرتك يعني تذكرت الآن وحضرتك معايا على موضوع يؤتي الحكمة من يشاء، فعلا هي الدعوة إلى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ده اللي عمله سيادة الرئيس. نعم. والحكمة تقتضي أن ضبط النفس الانفعالي مطلوب في مثل هذه المواقف، ولكل مقام مقال، ولكل حدث حديث. نعم يا فندم. نعم. أفادكم الله وزادنا علمكم يا رب. دايما اللي بيتحلى بالحكمة بنتفادى أضرار كثيرة جدا بتصيب المجتمع. نعم. وإحنا شفنا إيه من التعصب؟ كل شر طبعا. نعم. هو حضرتك التعصب حضرتك ده بيستخدم أداة في يعني في أيدي أعداء الدولة والأمن القومي لهدم الدول، لأن هو بيموله. نعم. أساسا علشان خاطر سياسة فرق تسد. ده فعلا. وحضرتك حضرتك يعني حضرتك استاذنا ونتعلم من حضرتك طبعا في الجهات الامنيه في يعني كخبير امني. هو النهارده كي تصنع فتنه في اي مجتمع لابد ان توفر لها عناصر الفتنه. نعم نعم. وتمولها. نعم نعم يا فندم. فهو ربنا يحفظ مصر. اتفضل كمل حضرتك. يا رب يا رب يا رب يحفظ مصر ويحفظ قادتنا وعلمائنا، ويجب ان احنا نتحلى بالحكمه والرؤيه واتباع. نعم. صحيح الدين، صحيح الدين اللي احنا بناخده من أزهرنا الشريف واتجاهاتنا السياسية المعتدلة. نعم. من أجهزة الدولة المختلفة. نعم. وربنا يحمي مصر ويحفظ مصر يا رب. أنا شاكر جدا 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 لمداخلة حضرتك الرائعة. حفظكم الله. شكرا لحضرتك. شكرا سيادة اللواء. كان معنا اللواء أحمد رشدي الخبير الأمني. اتفضل. عايزين بقى نشوف احنا عندنا طرق لعلاج موضوع التعصب. عندنا ايه طرق؟ عايزين طرق لعلاج التعصب. كاظم يعني الغيظ. عايزين نتكلم كاظم الغيظ. الله جميل. او كاظم الغيظ والعافين عن الناس. بس بقى موضوع كاظم الغيظ ده موضوع صعب، بيفهم ان هو ضعف. لا أبداً. والله لا. يعني انا يعني انا أبداً. انا شخصيا يعني انا شخصيا كان ليا مواقف، يعني لما اكظم غيظي مثلا مع اي حد في اي مشكله ويكون هو اللي غلطان، وانا في الشارع وانا سايق العربيه، اي حاجه، اي مشكله بتحصل، اي مشكله بتحصل، بحس ان انا بكظم غيظي ان هو كده يعني بيستضعفني. فعايز اعرف هل ده حقيقه ولا لا؟ ابدا. اصل هو حضرتك بدات بكظم الغيظ، وكظم الغيظ في وقت ما بقاش فيه تربيه بقت مشكله. دلوقتي انت حضرتك ماشي بالعربيه سيان، حد معلش زي ما بيقولوا دخل عليك، ماشي ما علينا ما علينا، حصلت مشكله. حصل مشكله. طيب بالادب كده وبالاحترام، اللي غلطان هيتاسف للتاني وهيمشي. هو بقى مش متقبل اسفك، هو لا عايز يمسك، عايز يتخانق. انا بكظم غيظي ويعني ايه اللي هو ايه، استعين بربنا دايما. الاستغفار وذكر الله. نعم. والتسابيح. ويكون عندي ثبات انفعالي، لان طبعا لو دلوقتي مفيش ثبات انفعالي وفي مشكله زي دي خلاص، يبقى الموضوع كده ايه، الدنيا هتوسع وهتبدا مشاكل. وفي الشارع طب ليه يعني عطل الامور كلها حواليا ليه؟ لو انا في الشارع عطلت مواصلات، عطلت عربيات ماشيه، عملت مشاجره، تعرضنا بعد كده بقى رحنا اقسام ورحنا، طب ليه؟ على قد ما اقدر يكون عندي ثبات انفعالي. حتى في البيت
حتى في البيت لا يعني يعني مراته. يعني هو النهارده مثلا في ناس بطبعها بتبقى منفعله، بيبقى عندها رد فعل سريع. يعني انا اعرف حالات كتير جدا بيبقى في مشكله، هو ما عندوش حته ان هو يهدى وياخد قرار، لا هو بياخد قرار على طول، عنده رد فعل سريع او عندها رد فعل سريع، سواء بالصوت العالي، سواء بالخناق، سواء بالمشاكل، سواء بالفكر الغلط، سواء بان هي بتظن او هو بيظن ظن سيء. فده عايزين يعني، ما هو ده بيوصل بعد كده لموضوع التعصب، وبيوصل لموضوع الاذى والمشاكل، ويبتدي ايه هلم جر. يعني عايزين يعني هل النهارده كاظم الغيظ دوت ربنا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جميل جدا، ماشي، احنا بنحاول نكظم غيظنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني جاءه اعرابي فقال له اوصني يا رسول الله، فقال له لا تغضب، فقال له في الثانية أوصني يا رسول الله، فقال له لا تغضب، فقال له في الثالثة أوصني يا رسول الله، فقال له لا تغضب ولك الجنة. فكظم الغيظ ده شيء عظيم جدا، يعني كون الإنسان يكون عنده المقدرة على أنه يكظم غيظه، فدي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، بيمن ربنا سبحانه وتعالى بها على يعني صاحب هذا الفضل أو هذه النعمة، أنه يبقى عنده كظم غيظ أو عنده ضبط نفس، أو هو ما بينفعلش بسرعة، أو ما بيحصلش عنده عملية تعصب وتزمت سريع انفعالات والكلام ده كله. فهو ده شيء كويس، يعني كظم الغيظ ده شيء كويس، بس في ناس ما عندهاش المقدرة على كظم الغيظ، هو سريع الانفعال أو هي سريعة الانفعال. يعني نصيهم بإيه يعني عشان ما يوصلش الأمور للتعصب والتشبث بالرأي؟ والله هو من طبيعه الحال ان يكون في صبر. الصبر، الصبر، وبشر الصابرين. طول ما في صبر وفي تقوى ايمانيه، طول ما اللي قدامك هتعرف تمتص غضبه. زي الراجل مثلا، الزوج والزوجه في البيت لما بيحصل مشكله، يعني اكلمك عن حاله قريبه ايا كان، اسيان انا مثلا، فبيحصل مشكله بيني وبين زوجي، ابسط حاجه بنعملها حاجه من الاثنين، لا هو مثلا بيسيب المكان اللي احنا بنتخانق فيه، او بينزل في اي كافيه في الشارع ساعه واتنين وبيرجع الامور بتكون هديت. وفي ناس لا، لازم انا اتخانق واخد حقي ولا ازاي ده ما ينفعش يسيبني وينزل. في ناس بتعتبر ده حاجه، ده نوع من البرود، انت بتبارد عليا علشان نمسك في بعض. هي كده، في ناس كده، بس طبعا طول ما في صبر، طول ما في ايمان، هو بشر الصابرين. طول ما الامور بتمشي، حتى ربنا قال استعينوا بالصبر والصلاه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قدم الصبر على الصلاه في القران، استعينوا بالصبر والصلاه. والصبر ده عفوا، الصبر ده اعظم العبادات. يعني حتى نفيد المشاهد الكريم طبعا بهذه المعلومه، الصبر هو اعظم العبادات على الاطلاق. الصبر هو أعظم العبادات على الإطلاق، الصبر هو أعظم العبادات على الإطلاق في الأرض. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يعلم خلقه بجزاء الصابرين، هو قال لك وبشر الصابرين، سابها مفتوحة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي تذكروا أنهم لله، مخلوقون لله، وأن هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. فصبروا أنفسهم بأن حقروا الدنيا في قلوبهم، صبروا أنفسهم بأنهم حقروا كل متع الدنيا في قلوبهم، فعشان كده ما بقتش بالنسبة لهم الدنيا ذات قيمة. يعني الدنيا تساوى عندهم تبرها بترابها، التبر اللي هو الذهب تساوى عندهم بالتراب، بقوا في حالة زهد داخلي. فموضوع الصبر ده أعظم العبادات فعلا. اتفضلي، انا بقطع حضرتك كتير بس عايز اوصل معلومه. ولا يهمك ولا يهمك يا دكتور، اتفضل. خلاص خلصت، اتفضل. طيب احنا عايزين نتكلم دلوقتي في موضوع حسن الخلق، اللي هو بقى ايه من ضمن الحاجات اللي متعلقه بموضوع التعصب. حسن الخلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنكم اخلاقا اقربكم مني مجلسا يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم. حاسنكم أخلاقا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. يعني أنت كل ما كان عندك حسن خلق، كل ما كنت قريب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت طبعاً متخيل بقى، يعني أنت ممكن بحاجات بسيطة جدا تنال الجنة، تصبر، تكظم غيظك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حسن الخلق، أنت حسنت خلقك وبقيت محترم،
مع نفسك ومع الآخرين، أنت بقيت جنب النبي صلى الله عليه وسلم، أحاسنكم أخلاقا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. فحسن الخلق بقى مطلوب يعني مجتمعيا وعلى المستويات المجتمعات العربية كلها، مش على قد هنا بس، لأن النهاردة تدني موضوع حسن الخلق بقى كارثة مجتمعية، تدني التربية بقى كارثة مجتمعية. الوعي اللي موجود في حسن الخلق عند الآباء والأمهات عايز أساسا تعديل وعايز تقويم وعايز يعني إعادة هيكلة. يعني احنا عايزين أساسا نربي أجيال ولت، مش هنربي لسه اللي طالع. فالموضوع محتاج أن الرأي العام والقنوات الفضائية وكل مصادر الثقافة يعني يبقى فيه شيء من الأسرة والحفاظ على كيان الأسرة من حسن الخلق، من التربية، من كظم الغيظ، من التوعيات اللي هي مطلوبة لحماية الأسرة وحماية المجتمع. حضرتك دلوقتي شايفة موضوع حسن الخلق دوت اللي بيحصل دلوقتي من دراما في الميديا. ما شاء الله حضرتك ما خليتش حاجة نقولها والله يا دكتور. ما شاء الله على حضرتك يعني. لا أنا بتكلم على الدراما، الدراما اللي موجودة. هل شايفة إن هي بناءة ولا هدامة؟ مش بناءة خالص. يعني الدراما اللي موجودة سواء كان على السوشيال ميديا أو على ومن غير الشاشات. دراما احنا نروح للدراما دي، ما احنا الدراما في بيتنا أساسا. نعم. احنا في بيوتنا أساسا الأب والأم، يعني موضوع حسن الخلق ده بيطلع منشأ من البيت نفسه. إن أنا ربيت صح طلع ابني عنده تربية ومحترم ومؤدب وربنا بيعلم إن شأنه. إن أنا ما ربيتش صح استنى بقى اللي هتشوفه بقى اللي جاي، من غير الدراما، من غير أصل دلوقتي أصلا ما فيش حد دلوقتي أصلا بيتابع دراما خالص، ولا بقى حد اصلا بيفتح تلفزيون. لان ما شاء الله يعني الموبايلات ما خلتش حد يعني يمسك يشوف اصلا حد. ما فيش اصلا دلوقتي بتبقى ايه، بنبقى قاعدين مثلا كلنا في البيت اسره، ما فيش اصلا حد فيهم بيتجمع على لقمه. خلاص كان زمان بقى، كنا زمان موضوع الطبليه والسفره ونقعد كلنا ناكل، ده ما اصلا ما بقاش موجود. بقى كل واحد في وادي، كل واحد بيبقى بياكل بالطبق بتاعه والتليفون في الايد الثانيه. هو ده واقع يعني. هو مشاهدي الكرام يعني استاذه رضا بتقول واقع موجود فعلا دلوقتي، حتى الاطفال يعني حتى الاطفال بقى اهم الناعي وشغل الشاغل للكل دلوقتي يعني السوشيال ميديا والمتابعه ومتابعه الاخبار. أيوة. والفانز واللايكس كل الكلام ده بقى هو دلوقتي. انا واحده جايه، ويا ريت حد بيبحث عن حاجه فيها فايده، كله بيبحث عن هيافات. واحده صاحبتي بنتها ما شاء الله يعني في خمسه مثلا ابتدائي، عايزه 24 ساعه تاخد التليفون وتجيب مسلسلات هندي ومش هندي. طب ما التلفزيون شغاله ولا هم عايزين، هم خلاص بقى ادمان التليفون. فخلاص كده كده ببقى ده موضوع التربيه وصل للسوشيال ميديا، وصل للفيس والمسلسلات، خلاص الا من رحم ربي بقى. فلازم يعني يكون في منشا يعني الدراما عموما لا طبعا ما فيش اي حاجه ما انا ما بفتحش مره التلفزيون مثلا عشان اسمع اي قناه الاقي فيها مثلا غير كم برا كم يعني كم قناه الاقي فيها برامج دين، وبرامج دين ما عندهاش ساعه الا ربع نص ساعه. بقيت المسلسلات ما شاء الله بتقعد بساعة كاملة تقعد تسمع طول النهار في مسلسلات، تالي على التلفزيون تلاقي هندي، تالي تلاقي تركي، تالي تلاقي ايه يا جماعة ده في انا إيه؟ ما بتكلمش برضو في حتة ما هو مبقاش يعني فيه تربية. ما هو لو في تربية يبقى في حسن اخلاق. انا برضو مش بتكلم في المساحة بتاعة الوقت اللي هي البرامج الدينية او لا، ما بتكلمش في كده خالص. انا بتكلم في نوع الدراما، في نوع الدراما اللي موجود دلوقتي، هل هي بناءة ولا هدامة؟ لما انا النهاردة بسلط الضوء على حد بلطجي وابتدي ان انا اعمل يعني تكبير للبقره بتاعته واعمل فيلم واعمل مسلسل بمثل صوره بلطجي تمام وسنج واسلحه. طيب. والكلام ده كله انا خدت مثلا صوره من ارض الواقع كمخرج او كسيناريست وعملت النهارده السيناريو بتاعي وعملت الفيلم او عملت المسلسل. هل كم الضرر اكثر ام النفع بان انا سلطت الضوء على هو ده واقع يعني؟ هو في بلطجيه في بلطجيه في بلطجيه يعني بس كل برضو اللي بيحاكى في الدراما معظمه في ارض الواقع ماشي. ما هو بس هو في اطار محدود متغلف مش ما بقاش على الهواء يا دكتور. ماشي ما هو الموضوع وسعوه قوي بقى دلوقتي. العيل تلاقيه خارج من المدرسه تلاقيه لسه في ثالثه ابتدائي ولا رابعه ابتدائي بيقول نفس الالفاظ اللي بيشوفها على التلفزيون. ايوه يعني عمليه الاسقاط اللي بتتم على المشاكل المجتمعيه مش مفروض ان هي تبقى علنيه. لا استحاله. انا دلوقتي بربي بطلع جيل. ما هو عايز يعمل مسلسل ويبيع. لا ما حرام عليه. ما دلوقتي بطلع جيل، اطلع جيل يشتم وعبده موتى والسنج والمطاوي. ما ينفعش ما ينفعش. انا ما بذكرش بقى ماشي. ما هو يعني عبده موتى خد لا عبده موتى طلع على الساحه وعمل برضه وضع جامد يعني وشد الناس كلها حتى الاطفال والعيال وكلنا، بس مش للدرجات دي. الموضوع بدا يوسع بقى، حتى الاغاني دلوقتي تشغل اغاني ايه؟ احنا عندنا اسفاف مما لا شك فيه يعني. احنا مش عايزين نخش في الحته دي خالص، لان هو حسن الخلق ملوش علاقه خالص. لا ما انا بقول لحضرتك يعني اصلا يعني ده مش فن يعني، ده اسفاف يعني. حتى في حد كان بيقول لي ابداع، فقلت له لا ده ابداع في فن الضياع. ما هو ايوه يا فندم دلوقتي من ام كلثوم وعبد
حليم لشاكوش، ومعلش لا مؤاخذه لا يعني مش عايزين نذكر اسماء، بس ما ينفعش. ماشي، ما ينفعش. احنا احترمنا للجميع، ما ينفعش. هو في الاول وفي الاخر كل واحد مقتنع بالفانز بتوعه، مقتنع بان ليه جماهير، يا دكتور مقتنع بانه هو نمبر 1 او هو خلاص. مثلا يبقى انا بقى يعني يبقى انا بقى احاول اربي في البيت. احنا بنرجع في الاخر لموضوع التربيه في البيت. لو انا عملت رقابه في البيت، انا يعني اعرف ناس معرفه شخصيه ان التلفزيون ده مش شغال حاجه خالص غير اخبار وقران وقنوات اطفال، اللي هي ده حسن التربيه بقى وحسن الخلق اللي احنا بنتكلم فيه. وفي ناس لاغيه كل ده وهو قران بس. يعني فبقى نحن في ناس والله لاغينه خالص، وفي ناس شايلاه. فاحنا دلوقتي لا، ما دخلش بيوته ما دخلش اساسا. فاحنا هو مش تعصب ولا حاجه، هو مش تعصب، بس هو شايف ان دي وسيله التربيه اللي هو يعرف. مش موضوع شايف، هو بحكم اللي بنذاعه حاليا دلوقتي وبنشوفه، هو ده الصح، هو ده بقى الصح. ما هو انا هعمل ايه؟ ما هو انا مش عارفه اسيطر في البيت. يا ابني اطفي التلفزيون نص ساعه وتلاقيه مشغله تاني، وبعدين هي نفس المسلسل بتاعات تاني، يا اما اغنيه يا اما خلاص، يبقى انا هشيله خالص. وفي اسفاف طبعا، مفيش تربيه، مبقاش في تربيه، مبقتش عارفه اسيطر على عيالي بحكم ان خلاص انا. بنشكر حضرتك استاذه رضوى سمير على هذه الحلقه الرائعه، ويتجدد اللقاء ان شاء الله. بنقدم بوافر الشكر والتقدير والاحترام مشاهدي الكرام، شكرا لمتابعتكم لنا. ومن أراد متابعة البرنامج على اليوتيوب حوار مع جدالله القناة، لمن أراد كل جديد بالنسبة لبرنامج حوار مع جدالله على اليوتيوب حوار مع جدالله. شكرا مشاهدي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى.